السلام عليكم شباب، جمعة مباركة عليكم إن شاء الله وعلى الأهل وعلى جميع العراقيين. اثنين راح مثل ما وعدتكم أنا على المحاضرة السابقة، على المحاضرة هاي الحالية من ذاك الأسبوع، قلت لكم راح نبدأ شرح بسيط على الكانولات، لأن شباب تقنيين التخدير أهم شيء وأهم حاجتين لازم يكونوا متدربين عليها ويتفوقون على بقية كل كوادر التمريض، هي الكانولة، وضع الكانولة زائدا التيوب، اللي هي هاي تعتبر مسؤولية مباشرة من مسؤولياتكم، وانتم لازم تكونون دائما بروفيشنال بهاي المسائل. ولهذا انا بصراحة شفت فيديو الطالب امجد اللي اشرف على تدريبكم مدينة الطب ذاك الاسبوع، هذا الفيديو شرح لكم به الكانولة انواعها، انا فضلت انه انا اعيد لكم اياها وانطيكم الانواع مالتها، اهميتها، استعمالها، وايضا الطرق اللي ممكن نستخدمها. هذا ما يغفل انه لابد التدريب يكون العملي هو افضل طريقه حتى تكونون بروفيشنال بموضوع الكانولات. لهذا موضوع الكانولات راح نبدا هسه بيه بما يخص اول مره معلومات عامه على الكانولات. الكانوله شنو استعمالها؟ اليوز اوف ذا كانيول، ليش نستخدم الكانولات؟ طبعا تعرفون انتم الكانولات نعطيها اول شدها لاي مريض عاده بالطوارئ، بالطوابق، بالعمليات. عاده اول واهم شيء هي حتى نسويها لاين for IV fluid administration، يعني تشدوا النورمال سلاين، جلوكوز سلاين، رينجر لاكتيت، مغذيات لازم يكون عن طريق الكانولة. اثنين اعتيادي، انتم تعرفون اكو هاي مرضى بالطوارئ بالعمليات حتى تعطي IV دراكس، اي دراكس، وحتى IV انستاتيك دراكس ضروري لازم تكون عندكم كانولة مأمنة وتشتغل بشكل صحيح. الشيء الثالث باعوا هنا نيدل ثوراكوتومي فور تنشن نيموثوراكس، يعني هاي حالة طبعا أيضا الاستخدام أو أحد استخدامات الكانولات، وهي طبعا ممكن تصير في حالات معينة، مثلا نفرض وحدات ميدان طبية، هاي صارت طبعا مع بعض، احنا مرينا، تعرفون العراقيين مرينا بحالات حروب كثيرة، من كانت من ضمن وحدات الميدان الطبية لما تكون انت موجود هناك وجندي مثلا انضرب شظية بصدره وصار عنده تجمع دموي او تجمع هوائي بالصدر، وانت ما عندك تشست تيوب حتى تتنزل الدم او تنطلها وتستخدم الكانولة حتى تنقذ حياته. يعني اذا انا ما عندي تيوب مو معنى اصفن عليه لحد ما يموت ويختنق، انما الكانولات، وهنا راح نستخدم عادة كانولات ذات حجم كبير حتى تسمح بخروج الهواء او خروج الدم من الصدر حتى يقدر اي انسان يتمرض يتنفس. هذه الحالة كانت هي حالة تخص مثلا وحدات الميدان الطبية او حتى بالطوارئ، مرات تصير اصابات بالصدر يصير بها تجمع هوائي داخل الصدر او تجمع دموي، ممكن تستخدم الكانولة اذا ما عندك تشست تيوب. نيدل كريكوثيرودوتومي، يعني النيدل كريكوثيرودوتومي انتم تعرفون اكو شيء اسمه تراكيوستومي. التراكيوستومي هو فتحة احنا نسويها بالتراكية بالقصبة الهوائية، يسويها طباء الانفذ الحنجرة عادة، هم اللي يجون يسوون فتحة بالقصبة الهوائية حتى يأمنون التنفس عن طريق القصبة الهوائية. يعني لأي مريض نفرض واحد صار عنده صرع، تشنج، حيقة، ما يقدر يتنفس، أو انضرب وجهه يعني بأمور كثيرة، حادث سيارة وصار عنده تورم، دول اللي يتعرضون الحروق بوجههم يصير تورم بالوجه وبالتالي يغلق المجرى التنفسي، انت خمت تصفن عليه لحد ما يموت. عادة هنا أنا بدون أي نقاش كريكوثيرودوتومي أجيب الكانولة، وتتذكرون تفاحة آدم أبل أوف آدم اللي موجودة بالقصبة الهوائية بدايتها، أنزل من عندها أول رينج ثاني رينج أسوي فتحة حتى يقدر الإنسان يتنفس وما يموت. ثلاثة بلود سامبلينج، يعني الكانولات ممكن نستخدمها أيضا حتى شنو؟ حتى نسحب دم من المريض. تدون هاي البلود سامبلينج هاي دائما أنا بصراحة أسويها، يعني مثلا بالعيادة أو خلينا نقول بالطوارئ والمريض لازم نسحب له دم، درد نسوي له تحاليل دم. زين أنا ليش أجي أخلي أبو المختبر يسحب دم، راح يشكل المريض ويسحب دم من الوريد، وأجي أنا وراء أشد الكانولة على مدنطي مغذي، وإحنا هذا المريض بالنهاية إنسان، يعني لأسباب إنسانية لما أجي أشد الكانولة أني راح أستخدمها أنطي بيها وبنفس الوقت أخذ منها دم حتى شنو؟ حتى يقدر يعني نخفف عدد شكات المريض، وبالتالي راح يصير الوضع أفضل لأسباب إنسانية. هذا شكل الكانولة، كلكم شايفين الكانولات أكثركم، حتى أذكركم كانت بالمختبر كم مرة أنواع موجودة عندنا إحنا، من عندها الخضراء الصفراء، أنا وفرت كانولات بالمختبر مال القسم حتى تشوفون الكانولة شنو نوعها، شنو حجمها، يعني شكلها شلون 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 ننطيها. عادة الكانولة هذا شكلها، هاي الكانولة هذا شكلها. أهم شيء هنا أكو نيدل،
هاي النيدل تستمر النيدل داخل الكاثيتر إلى أن توصل إلى هنا. هذا الكاثيتر هو عبارة عن صوندة هي اللي راح تبقى مستقرة داخل الوريد. الكاثيتر هب أند وينك هاي طبعا الجناح مال الكانيولة اللي أنا عادة أستخدمها منها ومنها حتى أدفع الكانيولة باتجاه الوريد. منها يسموه إنجكتينج بورت كاب. هذا الإنجكتينج بورت كاب احنا نقدر ندفع به أدوية بس ما نقدر نفتح به مغذي، لأن هنا نحتاج ضغط، لأن هنا أكو صمام، هذا الصمام يحتاج ضغط حتى تعبر الدواء داخل الكانيولة، بينما ما يدخل هواء، لأن الهواء ما يقدر يتجاوز هذا الضغط اللي موجود بالصمام. إذا هاي الجهة هي فقط لإعطاء أدوية، ما نقدر ننطي المغذي، المغذي ننطيه عادة منا. بالنسبة إذا عفناه هذا الكفر مفتوح، ايضا لازم تعرفون انه الهواء ما يدخل بالكانيولا ويروح للبلاد ستريم الى مجرى الدم، والسبب انه هنا اكو ضغط هذا الصمام او هذا الفالف اللي موجود هنا يدخل ما يطلع، هنا الميزه يدخل ما يطلع، وبالتالي نقدر نستخدم الدفع الادويه. فلهذا ايش يقول لك هذا فالف هنا اكو صمام. هذا النيدل جريد، النيدل جريد يعني هذا الاتجاه مال النيدل او الحامي مال النيدل اللي احنا راح ندفعه داخل الكانيولا واللي نستخدمه حتى نخترق الوريد. فلاش باك تشامبر، شنو فلاش باك تشامبر؟ هذا هنا فراغ تشامبر. هذا التشامبر اذا انت هنا داخل الوريد الدم بضغط، فبالتالي راح يدخل من النيدل يوصل لهنا. حتى تعرف انت داخل الوريد ضروري هنا تشوف اكو دم صار عندك، من تشوف دم صار عندك معناه انت داخل الوريد. هذا الليفر لوك بلاج، بلاج يعني صمام يغلق الكانيولا. هذا البلاج كلش مهم، لان من اسحب النيدل راح اجيب هذا، شايفين انتم كلكم هذا الصمام الابيض اللي راح اقفل به الكانيولا هنا حتى اخليها وان واي وما اخلي الدم يبقى يتسرب. هذا هو الشكل العام للكانيولا. نجي لسايزات الكانيولات. الكانيولات يبدا بها من الاصغر حجما، يعني من البنفسجيه للصفراء للزرقاء للوردي للاخضر للرصاصي للبرتقالي. بالمناسبة إذا تشوفون هاي الأرقام 26G 24G 22G، كل ما يكبر السايز الحجم صار 26G معناها شنو؟ معناها الحجم مالتها كلش صغير. فبالتالي بصراحة عمي أنا أحكي لكم إياها، الصفرة متوفرة دائما إذا شايفيها، وأكيد شايفيها بالطوارئ بالمستشفيات بالمختبرات، هي الصفرة والزرقة والوردية والخضرة هي الأكثر استعمال هنا. يعني الصفرة نستخدمها بالأطفال إضافة إلى البنفسجية لما يكون عندي أطفال كلش خلينا نقول حديثي الولادة مثلا، أو إذا ما عندهم حجمها يكون كلش صغير ممكن نستخدم الزرقة، لكن الشائع والمستعمل بكثرة بالخدج هو الأصفر. الأزرق ممكن نستعملها مثلا للحالات معينة، مثلا النساء تكون عادة أوردتها أقل حجم من أوردة الرجال، الرجال خاصة الرياضيين الأوردة مالتهم تكون كبيرة، ممكن نستخدم الوردية ممكن نستخدم الخضرة. ميزات هاي السايزات، هاي السايزات شوفوا كل سايز ينطيك شقد ممكن يدفع من المغذي بالدقيقة. يعني كل ما قلنا كل ما يصغر حجمها أكيد راح يصير الدفع مالها أقل. فمثلا البنفسجية 13 ملم أو ملي لتر بالدقيقة، 13 ملي لتر بالدقيقة. الصفرة 20 ملي لتر بالدقيقة اللي هي 24 جي. الزرقة 22 جي اللي هي أكبر 36 مل بالدقيقة. الوردية اللي هي 20 جي راح تمشينا 60 مل بالدقيقة. الخضرة اللي هي 18 جي راح تمشينا 90 مل بالدقيقة، إذا أكثر. باعوا الرصاصي 16 جي، طبعا ما شايفيها ان شاء الله نرجع مره ثانيه المدينه الطب او حتى للقسم حتى اشوفكم الرصاصيه اللي هي 16 جي. ترى بصراحه مو 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 كانيولا ونيدل، بوري يعني مرات تشبهها بوري، وهي هاي اللي راح تستخدم عاده بالنسبه للدم اعطاء الدم. خمو تشد لي اصفر ما يمشي، لان الدم لزج عاده مو فلويد، فتمشيها على الاخضر او تمشي على الرصاصي بالامكان تمشي الدم. مرات نحتاج تدفق سريع، يعني مريض فاقد وعي نازف بكثره، هنا أنا ما أشد أصفر أزرق وردي، راح أشد أخضر، وممكن أسوي أربع لاينات، يعني اثنين بالأبر لم واثنين باللور لم، أربع لاينات حتى تأمن لي تدفق قوي. ما راح أشد أني دم زائد المغذيات، إذا هنا أنا ممكن أمشي بالأخضر أو بالرصاصي. الرصاصة اللي هي 1.8 × 10 مليمتر أو 16 جي، يعني راح تمشي لي 180 مل بالدقيقة الوحدة. هذه الألوان هي كلش مهم تعرفون، أنتم مطلوب منكم مو تحفظوا لي الشم مل تمشي بالدقيقة. المفروض تعرفون أنه البنفسجية والصفرة بالأطفال عادة، لأن ما تمشي لا دم وتمشي بطيء،
الرصاصي والوردي والاخضر بالبالغين عاده، وممكن بعض الاحيان لما يكون المريض مثلا اورده ضعيفه، خلينا نقول سمين كلش، عنده زياده بالسمنه، عنده زياده سمنه، عنده مثلا فقدان دم. هنا انا ما اجي اشد اصفر ورصاصي ووردي، المفروض اشد اخضر حتى امن اكبر تدفق من المغذيات او دم او اعطاء الدم او البلازما او اي مصادر اخرى. لازم اشد الاخضر والرصاص. هذا يعتمد طبعا على حاله المريض. هاي السايزات البريبريشن شلون نحط البروسيجرز. طبعا ممكن انت هنا تشوفونه بهاي الصوره، يقول لك طبعا اعتيادي تغسل ايدك قبل ما تخلي الكانيولا، ريموف ذا كانيولا فروم ذا باكينج. شايفين الكانيولا دائما تجي باكيت، هذا الباكيت تفتحه الباك مالته وبعدين تشيك الكانيولا اول بارت ار اوبريشنال. يعني شنو؟ يعني اسحب النيدل اشوفها تطب وتطلع، الكفر مالها الخارجي البلج الابيض بالنهايه لان كلهم تشتغل. اذا اوكي اذا احنا راح نستعد حتى نحط الكانيولا. لوزن ذا وايت كاب اند جنتلي ريبليس ات. يعني هذا الوايت كاب اللي هسه حكيت عليه الخلفي مال الكانيولا، الوايت كاب الكفر الخلفي نفكه ونرجع نشده ونشوفه يشتغل عدل لولا. Apply tourniquet. هسه نجي للمريض نحط له تورنيكه. أي مريض حتى تحط له كانيولا لازم يشد له تورنيكه حتى تحصل الدم بالأوردة وبالتالي الأوردة تكون أوضح. 2 identify the vein. راح نحدد الوريد اللي راح نحطها بيه. Clean the site over the vein with alcohol whip. ننظف اعتيادي، لازم يكون عندك إما قطنة بيها كحول أو تجي قطع سبيرتو مجهزة وجاهزة تمسح المنطقة مالت الوريد قبل ما تحط الكانيولا حتى ما يصير عندنا infection. وبعدين ورا ما تمسحها بالسبيرتو لازم ننتظر دقيقة أو اثنين لحد ما تجف، يلا نحط الكانيولا. Method of insertion. عادة احنا نستخدم السوبرفيشال فين اللي هي الاورده السطحيه، هنا انا يقصد اوف ذا ابر ليم اللي هي البريفير. عاده احنا تشوفون انتم اكثر الناس يشد لها كانيولات وين؟ بالاطراف العليا وبالاورده اللي هي الاورده السطحيه، خاصه بالرياضيين تقدرون تشوفون كل اورده ايده واضحات، نقدر احنا هنا نختار اي وريد وما عندنا اي مشكله. لكن بالحقيقه اكو هواي ناس ايديهم مثلا، اكو ناس صار لفتره نايم بالمستشفى، هذا اللي فترة نايم بالمستشفى تجي تباوع عدية تلقيها زرق من سحب الدم على مود المختبر، مثلا الكانيولات اللي حاطيها وشايليها تباوع عدية الاثنين الجهتين زرق. هو مو إلا بالأبر لم، بهيك حالة لا تقعد تشكشك بالمريض، أنزل على رجليه أضبط له تورنيكا وأشوف الأوردة مال رجليه، إذا ما عنده أي إشكال ما عنده ورم أقدر أخلي برجليه وأخلي له تشكة واحدة. أنت بكل الأحوال مطلوب منك تأمن خط وريدي مهم جدا حتى تضمن استمرارية الحفاظ على المريض سيفتي. نيجي الى الفين ذات فيلد. لما تشد التورنيكه طبعا يقول لك انه الاورده عاده راح تمتلئ بالدم لما نشد التورنيكه والفين اموبلايزد باي ذا فينجر تراكشن. يعني من شديت التورنيكه والاورده صارت واضحه، من اجي انا اريد اخلي ادفع الكانيولا باتجاه الوريد لازم اخلي اصبعي على الوريد حتى ما يتحرك الوريد يمنى ويسرى. تقدرون تشوفون انتم بايديكم اذا شديت التورنيكه والوريد طلع واضح، اذا تحرك ايدك يمنى يسرى تشوف الوريد يتحرك وياها. زين انا شلون راح انزل كانيولا على هذا الوريد؟ ضروري احط ايدي واصبعي على واحد من الاورده اللي انا راح اخلي بيه واجي فوق اصبعي ادفع الكانيولا. الكانيولا يقول لك لازم تكون بزاويه 20، هو مو معناه بزاويه 20 يعني بزاويه مائله شويه باتجاه الوريد، مو عموديه اكيد، باتجاه مائل باتجاه الوريد. تو ذا سكن حتى نضرب الوريد ونسوي بيه ادخال الكانيولا. ذا نيدل از انسيرتد انف ذات ذا تيب اوف ذا كانيولا انتر ذا فين. مجرد ما دخلت للوريد دفعت الكانيولا والكانيولا براسها اكو نيدل، النيدل هاي حال اي نيدل مال السرنجة، لما تدخل بالوريد وتوصل الى دفعت نفسك وصارت الكانيولا ان بالوريد ودفعت 1-2 مليمتر، يقول لك following flash back اباوع على الكانيولا من ورا، اوقف ايدي لما دفعت الكانيولا باتجاه الوريد ودخلت النيدل دفعت النيدل باتجاه 1 مليمتر اباوع ورا على الكانيولا بالشامبر اللي حكيت عليه قبل شوية بالفلاش باك. صار بيه تجمع دموي؟ اذا صار بيه تجمع دموي معناها اني النيدل الامامي اللي دفعته بالوريد معناها اني داخل الوريد. ذا كانيولا هنا از ادفانس اند ذا نيدل از بول باك. يعني لما اني تاكدت انه الكانيولا صارت ان راح هنا اسحب النيدل شويه من خلف الكانيولا. بهيك حاله ايش راح يصير من سحبت النيدل؟ معناها انه التيوب الكاثيتر مال الكانيولا الراس مالها عباره عن كاثيتر مو نيدل، بالتالي لما يكون كاثيتر هو راح يمشي ويا الوريد، مو تبقي النيدل وتدفع بالكانيولا انت، لان انت النيدل تخترق للوريد بينما الكاثيتر ما يخترق الوريد. اسحب النيدل شويه
اخلي الكاتيتر مال الكانيولا داخل الوريد، معناها بالراس صار عندي بس كاتيتر، وبالتالي ادفع الكانيولا شوي شوي، هي راح تمشي عاده بالوريد بدون اي الم بدون اي مشكله. The needle is disposed in a sharp container only the cannula is advanced on the hub. يعني لما needle is disposed off، شو يقصد هنا؟ لما انسحبت الكانيولا من ورا، النيدل من ورا صار الشارب الحاد، الجزء الحاد من النيدل بالامام ايش صار بيه؟ اختفى، advanced to the hub. اذا هنا الكانيولا هي اللي راح تتحرك للامام بدون نيدل. زين الكانيولات زين، نجي احنا عاده يقول لك انت الكانيولا لازم تاكد هنا ثبتنا الكانيولا، شو راح نثبتها؟ نثبتها ببلاستر وتثبت بشكل جيد حتى ما يصير المريض مثلا حرك ايده فلتت، او مثلا مرات هواي اكو مرضى فاقدين وعي، بهيجي حال نثبتها زين بالكاتيتر بالبلاستر حتى ما نفقد الوريد وما نفقد الكانيولا. شنو المضاعفات اللي تخص الكانيولات؟ الكانيولات عاده يقول لك هاي اول مشكله انه ممكن يكون لك فيلد كانيوليشن. يعني شنو فيلد كانيوليشن؟ يعني انت جيت حاولت مره مرتين ثلاثه ما قدرت توصل للوريد، بالتالي هاي حاله تسموها حاله فيلد كانيوليشن. هاي تصير ويا اكبر الخبراء، تصير وياي، تصير وياكم، تصير ويا اي واحد. مو عيب تجي تحط كانيولا وما قدرت تحط، لكن انت المهم انت يجب ان تحاول قدر المستطاع ان تامن خط كاملة، وهي تعتمد على خبرتكم اللي المفروض تتراكم بالتدريب بمدينه الطب. شباب انا اللي اريده حقيقه بالتدريب بمدينه الطب شيئين كلش مهمات، الكانيولا وضعها شيء جدا جدا مهم بالنسبه لكم، وهي هناك تتدربون بها عملي خاصه لما يكون المريض نايم. ما نقدر نجي احنا نجرب الكانيولات على مرضى قاعدين ونقعد نشكشك بيهم، لا هم راح يقبلون ولا انسانيا تجوز. اذا المريض النايم بالتخدير اقدر اجرب احط عليه كانيولا حتى اقدر اخذ شمره على الكانيولات. اذا هذا التدريب مال مدينه الطب مهم لاجل الكانيولا. والشيء الثاني اللي كلش مهم بالنسبه لكم ايضا هو وضع التيوب. التيوب اي نعم هي مسؤوليه طبيب التخدير والعنايه المركزه، بس انتم ايضا لازم يصير عندكم فكره. يعني الطبيب ما قدر، الطبيب يحتاج مساعده، الطبيب ما شاف، الطبيب نظره ضعيف، انت لازم معاه حتى تخلي التيوب. التيوب والكانيولا هي مسؤوليتكم الاولى والاخيره. رقم اثنين، شنو الكومبليكيشن الثاني مال الكانيولات؟ هيماتوما. شنو يعني هيماتوما؟ منتبهين دائما مرات من تحط الكانيولا وضربت الوريد راسا تتجمع تباوع، تشوف صار النفخه بالوريد فوق الكانيولا. اذا هذا الوريد ضرب راح يطلع الدم من الوريد ويتجمع حول الوريد ويسموها هيماتوما، تجمع دموي، ومعناها سبب ضرر الى الوريد والانسجه المحيطه به. بعد اكسترافازيشن اوف فلويد والدراكس. شنو يعني؟ شديتوا الكانولا اليوم واشتغلت كانولا صفرة صغيره، بس المريض اوردته كلش ضعيفه، عنده اثيروسكلروسيس، تصلب شرايين، فتحت المغذي، من فتحت المغذي تباوع ايده ورمت فوق الكانولا. اذا معناها انه المغذي كله اندفع خارج الوريد وايده ورمت، فهذا الفلويد او الادويه دائما صارت هنا خارج الكانولا. وبالتالي دائما قاعده تعرفوها او ما تعرفوها، بالنهايه هاي المساله لازم تفهموها، انه الكانولا دائما من تنشد اول شيء اسويه ادفع نورمال سلاين او ادفع اي دواء. فاذا المريض قال اخ، هاي الاخ تعني انه الكانولا مالتك اوت، بالتالي لازم تطلع وتحط كانولا جديده. ثرومبوفليبايتس. ثرومبوفليبايتس دائما مرضى من يشدوا لهم كانيولات، ويمكن شايفيها كلكم، ورا اسبوع يباوع ايده توجعه صارت حمراء مكان الكانولا، اذا صار عندي التهاب بالوريد. insertion site of infection، او بمكان ادخالك للكانيولا صار عندي انفكشن، تجمعت بحكم الهيماتوما او تجمعت السوائل، او انت ما استخدمت سبيرتو، المنطقه ملوثه، مرضى سكر، ممكن انت من تضربه بالنيدل مالت الكانيولا ورا ما حطيتها انت وثبتتها بالبلاستر ورا يوم يومين صارت حمراء وقامت توجع، معناها صار عندي انفكشن بالسايت مال الانسيرشن. هذا السبتسيميا بصراحه هو ضعيف، لكن مع ذلك مدروج هنا ضمن المضاعفات، هي حاله نادره. شنو سبتسيميا؟ تسمم الدم، صار عنده التهاب بمنطق مكان الوريد والالتهاب ما تعالج، والمريض اصلا تعبان، عنده سكر، اولد ايج، كبير بالعمر، مناعته ضعيفه، ممكن هاي البكتيريا تتكاثر وتتحول الى سبتسيميا، وهاي واحد من مشاكل الكانيولات. بعد هاي اللي مره حجيت لكم عليها، من قلت لكم انه انت بدل ما تحط الكانيولا بالوريد انت ما تدري وحاطها بالشريان. طبعا هنا هاي مصيبه كبرى، لان احنا لازم نعرف حطينا الكانيولا بالوريد لو بالشريان. هاي انا ما اعتقد تصير عندنا بالعراق، يعني انا ما مر علي 20 30 سنه، تصير بحالات نادره. يعني تتذكرون مره منطيتكم مثل على ممرضه هنديه بالسويد تحط الكانيولا بالارتري بدل ما تحطها بالوريد، وهنا طبعا بدل ما تجي تدفع دواء او مغذيات بالوريد انت قاعده تدفع بالارتري، وسويت مصيبه كبرى، والمريض ممكن هاي حالات خطره جدا، ممكن المريض يروح بها اذا انا ما ادري حاط بالوريد لو بالشريان.
operator needle stick injury، يعني انه ممكن انت النيدل مال الكانولا ممكن يسوي انجري المن للاجزاء اللي احنا حطينا بها الكانولا، يعني حطيت كانولا قريبه من العظم، ضربت العظم، سويت التهاب بالعظم، اوستيومايلايتس، صار عندنا التهاب بسبب الكانولا احنا وضعها خطأ. هي على العموم اشياء هاي ممكن تحصل، حقيقة نادرا ما تحصل. الأكثر الأشياء اللي ممكن تتكرر عندنا إنه المريض إحنا نفشل إن نحط كانولا، هاي واردة. الهيماتوما هم واردة. الإكسترافازيشن الأوت كانولا أوت هاي هم كلش واردة. الثرومبوفليبايتس موجودة. إنفكشن هم موجود بس قليل. سبتسيميا كلش قليل. أرتيريال بانشر كلش أقل، وهذه هم كلش أقل. ملاحظة، يقول لك عادة السناتر مثلا السناتر العالميه الطبيه العالميه تعتبر انه احنا عندنا روتين ريبليسمنت للبريفرال اي في كانيولا. هذا الروتين يشمل من 72 الى 96 ساعه، من 3 ايام الى 5 ايام. بصراحه انا ما ابدل كانيولا حتى الاسبوع. اي نعم يجوز تقولوا لي راح يصير انفكشن. انا لما اخلي كانيولا على مريض ما اجي كل 3 ايام اغير الكانيولا اذا هي قاعده تشتغل وتتمشي اموري والوضع مال المريض زين. على اقل تقدير انت راح تعرض لكل الكومبليكيشن اللي حكيناها سابقا. هاي واحد. اثنين، تشك هاي ازعاج للمريض. المريض شايفين هواي مرضى من الله رحم الله والدي حط لي اياها وما حسيت، بينما احنا هاي تشك كلش مهم ان نقللها. فبدل ما اخليها كل 3 ايام ممكن اخليها كل 5 ايام، ومرات حتى كل 7 ايام بالسناتر مال العراق. لكن بغض النظر احنا في كل الاحوال المهم عندنا انه الكانولا اذا قاعده تشتغل وتتمشي الادويه وتتمشي الفلويد ما يحتاج اني أغيرها. رغم أنه الروتين العالمي يقول لك يجب تغيير الكانولات من 72 إلى 96 ساعة، يعني من 3 أيام إلى 5 أيام، وهذا بسبب أنه الكانولات ممكن تسوي infection. Replacement causes additional. شوفوا هسه هذا الحكيت عليه، أنه أي تغيير للإعادة مال الكانولة راح يسوي عدم راحة للمرضى، وأيضا المرضى ممكن يتعرضون إلى أنه نشك مرة مرتين ثلاثة بعد ما تقدر تحصل الوريد. الوريد اللي حصلناه بالقوة مو صعب مو سهل أتخلى عنه. أتشلب بي، أخلي الكانولا دائما ثابتة، كانولتي أوكي، المريض بوضع أوكي، أحاول أثبت إيديه حتى ما تضرب الكانولا، لأن إذا ضربت أنا راح أفقد هذا الوريد ما أقدر أخلي بي كانولا مرة ثانية. إضافة لأنه مشاكل إنه المريض ما راح يرتاح عن يوميا مغير له كانولا، إضافة لأنه أيضا إنه أنا الأوردة فقدتها والمريض راح ينزعج، وهذا إحنا ما نريده أساسا. هاي الصورة اللي أنا قبل شوية مثلا كنت أحكي على الكانولا، شوفوا المواقع اللي ممكن إحنا نلقي بيها الأوردة. طبعا هذا هسه مثلا شاب أوردته واضحة، هذا يسموه السيفاليك فين اللي هو مفضل، والأكثر تفضيل هو هذا الميديان كابيتال فين. اللي ما مفضل هو هذا البيسيليك فين لأن يسبب ألم للمريض لما نتشكه. شوفوا شباب، أني إحنا أنا بالذات هذا الميديال أو الميديان كيوبيتال فين بالذات هذا حتى بالإسمان مرات من أربط التورنيكا هنا والواحد سمين، هاي اللي المفروض تتدربون عليها، تجيبون أصابعكم تتحسسون هاي المنطقة هنا بأصابعكم، إذا فرضنا سمين وما تشوفها بعينك تتحسسها، راح لما تبقى تدوس وترفع تدوس وترفع راح تحس أكو في مكان ما مثل الصوندة مال المي جوا إيدك، من تدوس عليها ترجع لك، تدوس عليها ترجع لك. آني إذن فوق الوريد هنا أنا راح أجي أطب بالكانولة بهذا الاتجاه وادخل بالعمق وباوع على الظهر مال الكانولة. اذا جاني دم اني بالوريد، هذا الوريد اعتبره كلش زين ودائما هذا رئيسي، هذا ما يضرب، هذا يتحمل مغذيات، هو يتحمل دم، هذا اللي هو الميديان كوبيتال فين. وبالتالي لما اجي اضرب تورنيكا هنا وجيت حطيت كانولة هنا، هنا ايش راح اسوي؟ قبل ما اخلي الكانولة اخلي اصبعي هنا واضغط على هاي المنطقة، اضغط على هاي المنطقة لما اريد اطب الكانولة فوق اصبعي حتى هذا الوريد ما يتحرك يمين ويسار، اثبته يعني. إضافة لأنه يعني معلوماتكم أكو أجهزة إن شاء الله إذا ما شفتوها بمدينة الطب أشوف لكم يعني في اليوم. هاي الأجهزة جهاز صغير تمشي أنت على إيد المريض حتى لو كان سمين، راح يشوفك بهذا الجهاز الخطوط الحمر. هاي الخطوط الحمر هي مكان الوريد اللي موجود تحت الجلد اللي أنت ما تقدر تشوفه خاصة بالناس الإسمان. موضوع الكانولات شباب ضروري جدا تأمنون كانولة، لأن أنتوا راح يستدعوكم في أي مكان في أي حالة لما يفشلون بأن يحطون أوردة، خاصة وحالات مرضى تكون كريتيكال يعني حالات خطيرة، أردنطي دم، طابق الباطنية راح يستدعيك، طابق الطوارئ راح يستدعيك، راح يقول لك تعال أبو التخدير شد لي كانولات هنا لأن أنا فشلت شد كانولة. يعني هم ملاذهم الأول والأخير أنتوا، أنتوا بالنسبة لهم الإنقاذ، فبالتالي لازم ما تفشلون رواحكم وتكونون very expert كلش خبراء في وضع الكانولات. وأكيد بالنسبة لنا
انتم يعني بالتدريب مال مدينه الطب، زائدا هاي المعلومات هنا هسه النظريه اللي تاخذوها هو افضل فرصه لكم حتى ان شاء الله تكونون خبراء بالمستقبل. اشكركم وما قصرتوا، رحم الله والديكم، ان شاء الله تكونون استفاديتوا. شكرا جزيلا وتحياتي.